آية تقول للنبي هذول رغبتهم بيش؟ رغبتهم بامرأة يضاجعونها، أو بثوب يلبسونه، أو بطعام يأكلونه، وذول بعد أيام يموتون وتموت رغبتهم وياهم. فعلا هو فعلا الإنسان اللي ما عنده بالدنيا غير ذني، مات وما تنذني وياه. شلون مو مر يوم فد يوم رسول الله صلى الله عليه وآله مر له على مزبلة، قالهم الأصحاب تحبون أراويكم الدنيا؟ قالوا له بلى يا رسول الله. قال شوف هاي المزبلة، هاي الدنيا. كيف يا رسول الله؟ قال هاي 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 مصيرها، هاي وش بيها؟ هي هاي المزبلة بيها ثوب كان لو لابشي وتقطع صار خرق، وبيها طعام كانوا ماكليه وصار فضلات وذبوهنا، وبيها جسد كانوا معتنين بيه وحطوه بالقبر وصار تراب، وبعد يومين سحقت الأحذية. قال له غير الجسد فضل، هاي الأرض اللي تمشي عليها شنو؟ كلها أجساد، كلها عيون، كلها وجوه، وهكذا. فهاي هاي هي الدنيا. قال لهم هذه الدنيا لاحظوها زين، اللي تتصورون الدنيا انتم اللي متهالكين عليها، جسد نغذيه احنا بألوان الطعام ونتعب على ان الريحة، هذا مصيره. والشكل رحم الله الشريف الرضي، والله عنده صورة رائعة. الشريف الرضي يقول لهفي على القوم الأولى غادرتهم وعليهم طبق من البيداء. يقول ذول الجماعة اللي كنت أنا أشبيهم حطيتهم وين؟ بالتراب. لهفي على القوم الأولى غادرتهم وعليهم طبق من البيداء، متوسدين على الخدود كأنما كرعوا على ظمأ من الصهباء، صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء. الوجوه اللي كنت أخاف تحسدها العيون، يقول قمت أحطها بالتراب وذب عليها التراب الأسود هذا، أشيله وأهيله عليها. صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء، ونواظر كحل التراب جفونها قد كنت أحرسها من الأقباء.